توجيه نصيحة إلى رجال الإطفاء أن يخلصوا النية في العمل ابتغاء الأجر. والله رجال الإطفاء إن شاء الله تعالى منقصرين إن شاء الله في عملهم، لكن نذكرهم كما نذكر أنفسنا بأن هذا العمل قربة لله تبارك، إنقاذ الناس ومساعدتهم قربة لله تبارك. استحضروا النية فقط، ونسأل الله تبارك يحفظهم، يحفظنا جميعاً.